طيب نكمل بالتريز. أخذنا بعض المصطلحات بالتري، وصلنا إلى كمان more definitions. كان بدنا نحكي عن الليفل أو الدبس للنود، الهايت أو الدبس للتري، والهايت للنود. نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول إشي الليفل أو الدبس للنود، ومهم تفرقوا بينهم، إنه يعني البروبرتي اللي بده يحكي عنها، هل بحكي عنها لنود ولا بحكي عنها للتري. وانا مثلا الهايت او الدبث للتري، الثالثه الهايت للنود. فاذا بتلاحظوا، اذا بدنا نحكي عن النود بالبدايه مش عن التري، النود في شغلتين للنود، في الليفل او برضه بسموه الدبث، وفي الهايت بيختلف عنهم. بينما إذا بتلاحظوا للتري، مصطلح الهايت والدبث هم نفس المصطلح، بس للنود هم مصطلحين مختلفين. الهايت بيختلف عن الدبث للنود، أما للتري حكينا هايت أو حكينا دبث نفس المصطلح. للنود لما نحكي هايت إشي مختلف عن لما نحكي دبث، والدبث نفس معنى الليفل بالنسبة للنود. فنبدأ بالليفل أو الدبث للنود. هو نود معينة بالتري، إذا بدي أعرف الليفل أو الدبث تبعها، هو طول الباث من الروت لما أوصل هاي النود. طول الباث من الروت لما أوصل هاي النود، يعني لو رجعنا للتري هاي، حكيت لكم إيش الدبث أو الليفل للأتش. شو رأيكم إيش بتكون؟ depth أو الليفل للأتش. هي مرة ثانية حكينا شو الديفينيشن. الدبث أو الليفل لنود هو طول الباث ابتداء من الروت لحد ما أوصل هاي النود. طول الباث من الروت لهاي النود، فكم طول هذا الباث من الروت لهاي النود اللي أنا طالب إلها الديبث أو الليفل؟ شو رأيكم؟ في ناس تقول 3، ناس بتقول 2. كان شو طول الباث احنا؟ هو عدد الإجز مش عدد النودز. عدد الإجز اتفقنا طول الباث المحاضرة اللي فاتت، مش حسب شو اعتمدت، مش أنا اللي بعتمد. كان الاصطلاح طول الباث هو عدد الإجز، بالتالي عدد الإجز من الـ A للـ H في هذا الباث، عدد الإجز 2. زي ما حكيت لين، بيكون الليفل أو الدبث للنود اتش هي 2. تفضل محمد. دكتور بس آسف على المقاطعة، لكن أنا يعني كوني أخذت قبل هالمرة موضوع التري بالجافا، كان اللي بيشرح لنا يحكي لنا انه الليفل ممكن اعتبره انه الروت مثلا الليفل الاول تاعه واحد او ممكن صفر، يعني وبعتمد انا ايش اختار. احنا لما نحكي عن بروجرامينج لانجويج، يعني ممكن يختلف حسب البروجرامينج لانجويج كيف بتبدا الاندكس تبعها، من الصفر من الواحد كذا، يعني هذا بيكون سبيسيفيك. احنا الان بنشرح بشكل عام. الاصطلاح اللي متعارف عليه ان طول الباث هو عدد الإجز.
الآن مرة ثانية حكينا هم بيفرقوا عن بعض بواحد، فالمهم أكون أنا عارف شو اللي سويته. إحنا اعتمدنا هون إنه عدد الإجز، ف يعني ما في داعي نصير كل ما نقول شو طول الباث إنه نقول 3 إجز ولا نقول 4 نودز، خلص إحنا معتمدين الإجز، فالمهم نعرف شو اللي بنحكيه بس. تمام 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 طيب الآن المصطلح اللي بعده، خلينا نروح نضل على النود، في الهايت للنود. الهايت للنود هو طول الباث، أو حكى هون اللونجست باث، أطول باث من النود اللي بدي الهايت تبعها لما أوصل لليف نود. يعني إذا رجعنا لهون وحكينا شو الهايت تبع الاتش، احنا عرفنا انه الديبث تبع الاتش 2 من الروت لعندها. الآن الهايت تبعها من عندها لوين؟ لأبعد ليف عنها. الأبعد ليف بتقدر هي توصل لهون، هي ما بتقدرش توصل لهاي الليف، فبالتالي الهايت تبعها 1 من الاتش للاي، في عندي 1. طيب لو اجينا على الدي مثلا، دي شو ايش الديبث تبعها وايش الهايت تبعها؟ شو رايكم؟ الديبث تبعها محمد، الديبث تبعها 1، الاجز واحد تبعها 1 اللي هي من الاي للدي. طيب والهايت والهايت تبعها 2. طيب بس انا في عندي واحد 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 لانه اقصر مسافه، صح؟ في عندي هون بقدر اوصل لليف، وفي عندي هون بقدر اوصل لليف، شو بعتمد، الاقصر ولا الاطول؟ اتوقع الاقصر. شو حكينا زين هون؟ الالجوريثم انه مش انواع، انه اسرع طريق التري، اقصر طريق اوصل للنود او محمد هذيك الجوريثمز ما قلنا فيها، احنا الان قاعدين ناخذ مصطلحات. الالجوريثم هذاك لما بدي اوجد شورتست باث ومش عارف ايش، رح نيجي لهي الاشياء هذيك مختلفه. اما الان احنا بنحكي عن الهايت، الهايت للنود هي شو التعريف longest. تبعه؟ اللينكث تبع اللونجست باث، تمام؟ يعني الاثنين هاي تاعها، فبالتالي بده يكون الدي الهايت تاعها 2 بالضبط. طيب ليش بالتعريف لما حكى عن الديبث حكى اللينكث اوف ذا باث، اما هون حكى بالهايت حكى length of the longest path؟ غير محمد مين في حدا يفكر؟ سامح دكتور، لانه لما نحسب الدبس فيش غير يونيك باث واحد. بالضبط، الدبس اللي هو الباث من عند الروت للنود. اتفقنا المرة اللي فاتت انه من الروت للنود في يونيك باث، exactly one path، فمشان هيك حكى the length of the path، معروف هو باث واحد. اما بالنسبة للهايت من النود لعند الليف، زي ما شفنا ممكن يكون في اكثر من ليف بقدر اوصل لها من هاي النود، فبالتالي حكى بدي longest path، اطول باث. طيب إذا بتشوفوا هون مثلا حكى إيش الليفل أو الديبث تبع الروت، زيرو. ليش؟ لأنه بدي من عند الروت لنفسه، ما في ولا إج، فالليفل تبع الروت زيرو. وإيش ال هون إيش حكى الهايت تبع أي ليف نود، الهايت تبع أي ليف نود، هاي الليف نود شو الهايت تبعها من عندها لأقرب ليف لإلها أو لأبعد ليف عنها، هي الليف تبعت حالها، فنفس الإشي الهايت تبع الليف بيكون زيرو. طيب نروح للمصطلح اللي هو الهايت أو الديبث للتري. لما بدي أحكي عن تري ما بفرق إني أحكي هايت أو ديبث، وإيش هو بيكون؟ بيكون طول أطول باث فيها باختصار، وأطول باث فيها. وأنا إيش حكى؟ equal to the maximum level of a node in the tree.
أعلى ليفل لأي نود، والليفل إحنا اتفقنا إنه من الروت لعند النود، فبدك أطول ليفل هو أطول باث موجود بالتري. إذن إذا باجي على التري هاي وبقول إيش الدبث أو الهايت تبع التري كاملة، بدور على أطول باث، هذا الباث طوله 2، هذا طوله 1، هذا طوله 2، هذا طوله 3، هذا طوله 1، فإذا أطول واحد 3، فبالتالي بقول الهايت أو الدبث للتري 3. تمام؟ أو هون سماها بشكل مختلف، قال الهايت للتري هي فعليا الهايت للروت نود. الهايت أو الدبث للتري هو الهايت تبع الروت نود، وإحنا حكينا الهايت لنود هي من عندها لأطول باث لأبعد ليف عنها. فإذا الهايت للتري للروت، لو أجي أقول شو الهايت تبع النود A، أقول أبعد ليف عنها هي الآي، فبالتالي 3 الهايت تبع النود A. الهايت تبع الروت هو نفسه الدبس أو الهايت تبع التري. طيب بعدين صار يحكي عن باينري تري، يعني شوي خصص مشان نقدر نستفيد من التري بدل ما يعملها عامة. خصص الآن، بدل ما نحكي عن تري الآن بدنا نصير نحكي عن باينري تري. وشو الفرق؟ كيف التري بتصير باينري تري؟ شو الشرط اللي بنضاف عليها؟ A binary tree is a tree in which no node can have more than two children. فحدد عدد الchildren بكم، حددهم باثنين. طبعا يعني مشان نكون دقيقين، ما بصير احكي الباينري تري هي التري اللي كل نود فيها إلها تو تشيلدرن، لانه ليش؟ لانه في النهايه بده يكون في عندي ليف نودز مشان تنتهي التري، والليف نود فيهم زيرو تشيلدرن. ومشان هيك التعريف دققوا فيه انه النود ماكسيمم إلها تو تشيلدرن. ايش معناته؟ معناته كل نود ممكن يكون إلها 0 أو 1 أو 2 children. أوكي؟ أما مش كل نود إلها 2 children، إلها maximum 2 children. طيب وبهاي الحالة إذا كانت التري عندي باينري، رح نشوف إنه أسهل تمثيل للنود إنه يكون في عندي الانفو اللي بدي أخزنها بالنود، ويكون في عندي تو بوينترز، بوينتر يأشر على الليفت تشايلد وبوينتر يأشر على الرايت تشايلد، لأنهم اثنين بنسمي واحد يسار وواحد يمين، ممكن واحد يسميهم الفيرست والسكند، ما في مشكلة. أوكي، هنا هم مصطلحين إذا كانت باينري تري، إنه كل نود إلها ماكسيمم تو تشيلدرن، فبسموهم ليفت ورايت. فبحط بالنود إنه في عندي تو بوينترز، بس هذا لا يعني إنه كل نود لازم يكون عندها تو تشيلدرن. اللي ما عندها شو بيكونوا؟ نل، زي لما كنا نحط نكست تو بريفيوس، ممكن في نود ما عندهاش نكست زي النود الأخيرة، فالنكست تبعها بيكون نل. هو نفس الاشي الان، هاي النود ممكن يكون إلها two children، فبالتالي الليفت مش نل والرايت مش نل، الليفت بيأشر على نود والرايت بيأشر على نود. ممكن يكون إلها one child، فبيكون مثلا الليفت بيأشر على هذا الشايلد اما الرايت بيأشر على نل. ممكن تكون ليف نود ملهاش ولا تشيلد ولا تشايلد، فبتكون الليفت والرايت بيأشروا على نل. اوكي، رح نيجي لهذا التمثيل لما نصير نكتب كود. لكن again إجا بده يعطي تعريف للباينري تري زي ما أعطى للتري، وبرضه بده يعطي ريكيرسيف، فنفس التعريف تقريبا. حكى إنه الباينري تري عبارة عن هاي البيس كيس، إما إنها ما إلها ولا نود empty، أو إنها عبارة عن روت طالع منه two binary trees، left sub tree و right sub tree، زي هيك.
إيش الفرق عن التعريف الأول؟ التعريف الأول للتري العامة كانت البيس كيس برضو إنه عندي empty tree، ممكن التري تكون empty أو إنه يكون root طالع منه أكثر من تري، مش شرط يكونوا اثنين. هون عملنا لهم limitation ل two subtree لأنها binary، هذا الفرق الوحيد. نفس الإشي عاد كل subtree إما empty أو عبارة عن root طالع منه two subtrees and so on. فإذا إيش الفرق بين التري والباينري تري؟ هي بالماكسيمم نمبر اوف تشيلدرن. بالتري ما كان في ليميت، يو كان هاف اني نمبر اوف تشيلدرن، اني نود كود هاف اني نمبر اوف تشيلدرن. اما بالباينري تري عندك ماكسيمم تو تشيلدرن لكل نود. طيب مور ديفينيشنز او مصطلحات زياده، في شيء اسمه الانترنال نودز وفي شيء اسمه الاكسترنال نودز. نبدا بالاكسترنال. الاكسترنال نودز هم نفس تعريف الليف، هم الليف نودز فعليا، هم النودز اللي ما عندهم تشيلدرن، هم الليف نودز. هذول اللي مرسومين مكعبات هنا عندي، هذول اكسترنال نودز او ليف نودز. البقية بنسميهم internal. شو يعني البقية؟ يعني عندها إما one child أو two child، مش zero، إما one child أو two child بنسميها internal node. يعني دائما بنسأل سؤال إنه الروت دائما بيكون internal node؟ الجواب طبعا لا. ليش؟ لأنه ممكن التري بالبداية ما يكونش فيها إلا الروت، ما يكونش عنده لا ليفت ولا رايت، فوقتها بيكون الروت عبارة عن external node لأنه ليف. أما بشكل عام إذا كان الروت طالع منه children زي هيك تري يعني مرسومة، بيكون في العادة الروت internal node. طيب نأخذ كمان خصائص للباينري تري. الآن قاعدين نتخصص شوي بالباينري تري، وكمان شوي رح نتخصص أكثر عن الباينري تري، بس مبدئيا بدنا ناخذ شويه خصائص للباينري تري. اول شيء يعني اشياء هي حكيناها لكن الان بدنا ناكد عليها للباينري تري. ممكن نكون حكيناها للتري بشكل عام، بس الباينري بصير يخصص انه الرقم اثنين. طيب البروبريتي الاولى each node can have up to two successor nodes. ذكرين كلمة successor أخذناها باللينكد ليست، حكينا كنا نسمي successor وpredecessor التالي والسابق. كنا نحكي باللينكد ليست أو بالليست بشكل عام أي نود إلها exactly one successor وexactly one predecessor except the last node ملهاش successor وexcept the first node ملهاش predecessor ما إلهاش سابق. تمام. الآن هون المصطلحات اللي أخذناهم بالتري ونفسهم بالباينر تري، السكسيسر منسميه children والبريديسيسر منسميه parent، أخذناهم المرة اللي فاتت هاي المصطلحات. فإذا البروباريتي الأولى بالباينر تري كل نود إلها ماكسيمم two successor أو two children سميناهم. وإيش كمان حكينا؟ إنه هاي الخاصية طبعاً للتري بشكل عام سواء باينري أو غيرها. البريديسيسر نود منسميها parent، وهون بجوز مش كاتبها، دائماً بيكون عندي إيش؟ exactly one parent لأي نود حكينا. والمرة اللي فاتت حكينا من هون إجا مصطلح البيرنت، إنه الشخص ما بيكون إله أكثر من أب، بيكون إله أب واحد. تمام. فالبريديسيسر نود منسميها البيرنت وبتكون exactly one node. فإذا هاي الخاصية ظلت زي الليست، إنه أي نود إلها exactly one predecessor. بس إيش اختلفت عن الليست الباينري تري أو التري بشكل عام؟ إنه النود ممكن يكون إلها أكثر من successor، بالباينري maximum اثنين بس ممكن يكون لها أكثر من successor وسميناهم children. فهذا هاي الخاصية هي اللي خربت اللينياريتي
اللي كانت موجودة بالليست. الليست كانت لينير لأنه كل نود إلها exactly one successor exactly one predecessor. الباينري تري الآن هي مش هي non linear data structure. ليش non linear data structure؟ لأنها أوكي حافظت إنه ال predecessor exactly one، لكن ال successor ممكن يكون أكثر من واحد. تمام؟ طبعا نفس الإشي هنا except leaf nodes ما إلهم successors، والبريديسيسر اكسبت الروت نود ما إلها بريديسيسر ما إلها سابق، اللي هي سميناها البيجينينج نود أو الروت نود، هاي ما إلها بيرنت ما إلها بريديسيسر. أوكي، والليف نودز هم اللي ما إلهم سكسيسر، هم النودز اللي من غير تشيلدرن أو بدون سكسيسر. هاي البروبريتي الأولى. بيشمل هنا بيحكي لنا عن الليفلز، فهي الروت نود الليفل تبعها 0، بعدين الليفل اللي تحته 1، والليفل اللي بعده 2، والليفل اللي بعده 3. وحكينا شو معنى الليفل. الليفل هو طول الباث من الروت لعند النود اللي بدي اياها. اوكي، فهون من هون لهون في 3 ايدجز، سواء لهاي او لهاي، هذول كلهم على نفس الليفل، هذول كلهم على نفس الليفل، هذول على نفس الليفل، وهاي الروت لحالها على الليفل 0. عن شو الأرقام اللي موجودة هون؟ يعني الليفل 0 أقل أو يساوي 2 أس 0، الليفل 1 أقل أو يساوي 2 أس 1، الليفل 2 أقل أو يساوي 2 أس 2، الليفل 3 أقل أو يساوي 2 أس 3، يعني 2 أس الليفل. شو هاي الأرقام؟ في حدا عنده فكرة؟ قبل لا نروح للبروبرتي الثانية. طيب حمزة، نشوف حمزة. حمزة، حمزة دكتور، لأنه الباينري واحد وصفر فبكون عندي خيارين. أوكي، الباينري واحد وصفر، هذا الرقم اثنين، من هون إجي الرقم اثنين، ومن وين إجي الرقم الأس؟ هو رقم الليفل. بتكون مثلا، بس أنا قصدي شو هذا بشكل الليفل. عندي لما أنا أحكي اثنين أس الليفل، شو هذا بيكو يعني هون مثلا اثنين أس اثنين أربعة، شو معنى الأربعة؟ شو يعني أربعة هون؟ عدد الإيليمنت اللي بتقوم بالليفل. الليفل هي هون ثلاث، أما اثنين أس اثنين أربعة، بقدر تزيدهم هون مثلا، ما هي السي هون هذول أربعة، لكن اثنين أس ثلاث ثمانية، كيف بدي أزيدهم هذول ثمانية؟ هذول هون أربعة حمزة، اثنين أس ثلاثة ثمانية، كيف بدي أخليهم ثمانية هذول على نفس الليفل؟ في عندك مسي، في عندك في لها شيلدرن ناقص، والاي شيلدرن تاعونها مش موجودات، هذول اربعه فبصيروا ثمانيه. بالضبط. فاذا هذا الرقم حمزه ايش بيمثل؟ الكلام للجميع، هذا الرقم بيمثل الماكسيمم نمبر اوف نودز اللي ممكن يكونوا بهذا الليفل. يعني اذا اجى حكى لك عندي باينري تري، كم اكثر عدد من النودز ممكن احطهم على الليفل اثنين؟ مباشره بتجاوبني من غير ما ترسمها، بتعرف انه اثنين اس اثنين اربعه، هذا الماكسيمم، لكن ممكن يكون اقل من هيك، مشان هيك هو كاتب لك اقل او يساوي، ممكن يكون اقل من هيك حسب، ممكن في نودز ملهاش تشيلدرن او الها زيرو او الها وان تشيلدرن. مزبوط. طيب شكرا يا حمزه. إذن هذا الرقم عرفنا إيش هو. البروباريتي الثانية حكيناها للتري بشكل عام، إنه في عندي exactly one path unique path موجود بين الروت وأي other node، هاي لازم تكون بالتري. ليش؟ عشان كيف بدي أوصل للنودز؟ طبعاً هذا مقدمة على إنه لما نيجي نكتب كود، زي ما باللينكد ليست بالبرايفت كنا فقط نحتفظ بالهيد، احيانا بالتيل طبعا، بس الهيد هو المهم، هو اللي ماسك لي الليست كامله. هون بالباينري تري او بالتري بشكل عام اهم شيء الروت، فبالتالي لازم الروت يقدر يوصل لاي نود، مشان هيك حكينا في عندي اكزاكتلي وان باث موجود بين الروت واي اذر نود، مشان اقدر اوصل للنود اذا بس عندي الروت. فرح نشوف انه لما نكتب كود لبرايفت داتا حتكون عندي فقط الروت،
طيب فهي ليش حكى لي this is not a tree؟ ليش؟ شو مشكلتها؟ مشكلتها إنه الدي بينها وبين الروت في two paths. وإحنا شو حكينا كمان هذا يعني إحنا حكيناها بصيغة ثانية، هاي شو هي؟ حكينا النود ما بصير يكون إلها أكثر من parent، وما بصير يكون داخل فيها سهمين، بصير يكون طالع منها سهمين، ما في مشكلة. هاي البي طالع منها سهمين، ما في مشكلة. فأنا مشكلتي مش مع الاي إنه طالع منها سهمين، أنا مشكلتي مع الدي إنه داخل فيها سهمين. شو يعني داخل فيها سهمين؟ إنه صار إلها أكثر من parent. هاي المشكلة، ما بصير النود بالتري يكون إلها أكثر من parent. ف this is not a tree، لكنها data structure ثاني رح نأخذها بالشابتر اللي بعده اللي هي graph. اوكي هاي data structure مختلفة. طيب الآن بدنا نيجي لبعض الماثيماتيكال بروبارتيز، بعض الخصائص الرياضية للباينري تري. يعني في كم من خاصية رياضية بحكيها وبعطي الإثبات تبعها، احنا بدنا نكتفي انه نعرفهم الخصائص الرياضية من غير إثبات. اوكي بس يعني مهم انه نعرفهم، فخلينا نيجي نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول إشي المينيمم نمبر أوف نودز، المينيمم نمبر أوف نودز والماكسيمم نمبر أوف نود في تري معينة given الهايت للتري. given الهايت للتري يعني في عندي علاقة بين الهايت وعدد النودز. لو رمزنا للهايت H ولعدد النودز اللي بالتري N، هذا الهايت للتري مش الهايت لنود، هذا الهايت للتري اللي هو اتفقنا انه نفسه اسمه الدبث برضو للتري اللي هو اطول باث بالتري. الان هاي برضو للتري هي عدد النودز اللي بالتري كامله. في علاقه ما بينهم لكن العلاقه مش مباشره، هي علاقه بماكسيمم ومينيمم نمبر، بقدر اعرف الماكسيمم والمينيمم لاي واحد فيهم اذا عطى الثاني. كيف يعني؟ يعني إذا أنا حكيت لك عندي تري بدي أبني تري، الطول تبعها أو الهاي تبعها الارتفاع H، إذا الـ H معروف. جيت قلت لك بدي أبني تري الهاي تبعها 3 مثلا، أعطيتك الـ H، الـ H given. إيش إجيت أسألك؟ أسألك عن عدد النودز اللي بهاي التري. الأصل تقدر تعطيني رينج، تقول لي كم المينيمم وكم الماكسيمم. أصل تقدر تعرف لي كم المينيمم نمبر اوف نودز وكم الماكسيمم نمبر اوف نودز اللي بالتري اللي ارتفاعها 3. شو رايكم كم المينيمم نمبر اوف نودز؟ لو عندي لو بدي ابني تري الارتفاع تبعها 3 وبدي باقل عدد من النودز، شو بصير اعمل؟ بقول بدي على الاقل 1 نود مشان تكون الروت. طيب وبدي كمان نود، هي بحطها تحتيها مشان يصير الارتفاع، مشكلتي بالروت لحاله ارتفاعه صفر، بحط كمان نود تحتيها بصير الارتفاع عندي 1. بقول بضيف كمان نود، بس النود اللي بضيفها ممكن واحد يضيفها هون، نقول لا ما بنضيفها هون. ليش؟ لأنه بدي أقل عدد من النودز وهاي الإضافة هون ما بتفيدني، بظل الارتفاع بعده 1، فبالتالي ما بدي الإضافة تكون هون. أما وين بدي الإضافة؟ باجي بضيف هون أو هون، طبعا ما بتفرق يعني يمين أو يسار، المهم إني أزيد الارتفاع. فهيك صار عندي الارتفاع 2، أنا بدي إياه 3، ممكن واحد يجي يقول بضيف كمان نود هون، هي صار الارتفاع 3. إذا هذا أقل عدد من النودز بحتاجه عشان أعمل الارتفاع 3، أقل من هيك ببطل الارتفاع 3، أي نود بحذفها من هذول النودز بصير الارتفاع 2 ببطل 3. فهذا أقل عدد من النودز، كم طلع معاي أقل عدد من النودز؟ عدد، الآن بدي عدد نودز مش بدي طول باث، بدي عدد نودز، أنا قاعد بسأل عن N، عدد النودز 4. أقل عدد من النودز 4. أما لو إجا واحد قال لك بدي أكبر عدد من النود بقدر أعمله ب
تري ارتفاعها برضو 3. هاي ارتفاعها 3، ما بدي أزيد عن هذا الارتفاع، بس بدي إيش أظل أزيد نودز، بس بشرط إنه الارتفاع يظل 3. فباجي ببدأ فيهم واحدة واحدة، ببدأ من الروت. طبعا أنا بحكي عن باينري تري، ها بدكم تنتبهوا، بحكي عن باينري تري، يعني كل نود معي ماكسيمم 2 children ماكسيمم. فباجي للروت بقول معي مجال أضيف لك كمان نود، أما معيش مجال كمان لأنه خلص باينري تري ماكسيمم 2، وظل الارتفاع عندي للتري 3 ما زاد. معي مجال هاي النود اللي ضفتها أضيف لها كمان 2 nodes وما بتغير الارتفاع عندي للتري كاملة، بظل 3. معي مجال هاي النود أضيف لها كمان children كمان child وبظل الارتفاع 3. معي مجال هاي النود أضيف لها كمان نود وبظل الارتفاع 3. معي مجال هاي النود أضيف لها 2 اللي هم الماكسيمم اللي بتقدر تأخذهم، بظل الارتفاع 3. معي مجال هاي النود، مش كلنا بكل ليفل بعرف أنا كم بقدر أضيف. هاي بالليفل الأول معي ماكسيمم 1 نود، مش قلناهم قبل شوي الماكسيمم بكل ليفل. بالليفل الثاني معي ماكسيمم 2 حطيتهم. بالليفل الثالث عفوا بالليفل 0 معي ماكسيمم 1، بالليفل 1 معي ماكسيمم 2، بالليفل 2 معي ماكسيمم 4، بالليفل 3 معي ماكسيمم 8. بس مش واحد يجي يقول لي الماكسيمم 8 لما بدي الارتفاع 3، بالليفل 3 الماكسيمم 8. بس أنا بكون بنيت 3 فيها هون 1 وهون 2 وهون 4، هذول الماكسيمم بكل ليفل. فبالتالي هي 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 اللي هي كم؟ 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 15. طيب مين بيقدر يوجد لي العلاقة مع الأتش؟ يعني شو علاقة الأربعة بالأتش اللي given؟ شو علاقة ال 15 بالاتش اللي جيفن؟ الأربعة سهل، مبين هي 3 زائد 1 فهي اتش بلس 1. بالنسبة لل 15 إذا بتلاحظوا هي نفسها الماكسيمم نمبر اوف نودز اللي موجودة بالليفل اللي بعده، بس مطروح منها 1. يعني لو أنا بروح على الليفل اللي بعده الماكسيمم نمبر اوف نودز بيكون 2 أس 4، 2 أس 4 اللي هي كم؟ 16، بس بدي نقص منها 1. طيب شو هي الأربعة هاي؟ شو علاقتها بالأتش؟ هي أتش بلس 1. فإذا الرقم اللي هون هو عبارة عن 2 أس أتش بلس 1 بعدين بنقص منه 1. مرة ثانية، إيش هذول؟ إيش هاي العلاقة اللي أوجدناها؟ هاي أنا عندي 3 الارتفاع تبعها given، الهايت تبعها given معروف، وطلب مني شو أقل عدد من النودز بقدر أبني فيها هاي التري بهذا الارتفاع، أو شو أكبر عدد من النودز بقدر أبني فيها هاي التري بهذا الارتفاع. طيب الآن ممكن يكون عندي العكس، هاي برضو حكيناها الماكسيمم نمبر اوف نودز اذا الاتش جيفن، فهي العلاقه اللي احنا حكيناها. الان هو بين الاتش بلس 1 وال2 تو ذا اتش بلس 1 ماينس 1، فهذا ايش؟ هذا على اساس انه ايش الجيفن؟ الجيفن الاتش، هاي على اساس الاتش هي الجيفن، والان هو المطلوب كم الماكسيمم تبع، كم المينيمم تبعه وكم الماكسيمم تبعه. الان عكس هاي العلاقة طلعت معه هاي العلاقة اللي هو إذا الـ N given، إجا واحد حكى لك أنا بدي أبني بدي أبني تري بس ما عنديش إلا 7 نودز، هاي كل النودز الموجودة عندي، طلب منك شو المينيمم نمبر المينيمم هايت اللي ممكن أحققه وشو الماكسيمم هايت اللي ممكن أحققه. فالمينيمم هايت هو لوج للأساس 2 للN بلس 1 بعدين النتيجة بطرح منها 1، والماكسيمم هايت هو N ماينس 1. يعني تفرجوا، افرضوا عندي خلينا ناخذ برضو اشي سهل، افرضوا عندي 3 نودز
افرضوا في عندي ثلاثة نودز، قال لك أنا عندي ثلاثة نودز وبدي أبني منهم تري، كم أكبر هايت ممكن أحصله؟ أكبر هايت بقول حطهم الثلاث وراء بعض بطريقة أو بأخرى، هذا أكبر هايت. ما تنسوا الهايت هو عدد الإدجز، أطول باث، فكم طلع طوله الهايت؟ اثنين، اللي هو زي ما حكى هنا N ناقص واحد. بينما لو إجا حكى بدي أبني تري بأقل هايت ممكن، بصير أقول ما بفتح ليفل إلا تأفلل الليفل اللي أنا فيه، هاي الليفل رقم زيرو فللته بالروت نود، لسه ضايل عندي تو نودز لأني أنا معي ثلاثة نودز، فباجي بقول بحط النود الثاني هون. الآن النود الثالثة ما بقول بفتح ليفل جديد، لا، لازم أفلل الليفل اللي أنا فيه قبل لا أفتح واحد جديد، بحطه هون. فكم طلع الهايت؟ المينيمم هايت اللي بقدر أحصله بالثلاثة نودز 1، الهايت لهاي التري 1. لو إجينا بدنا نحسبه هون، عندي ثلاثة نودز، فثلاث زائد واحد 4، لوج 4 للأساس 2 2، نقص منه واحد بطلع واحد. اوكي، طبعا ممكن ناس تحكي طيب اللوج ممكن يطلع لي كسور، ممكن يطلع لي أرقام عشرية. مظبوط، ممكن يطلع كسور. شو بعتمد؟ يعني بجبر الكسر للأعلى ولا للأقل، ولا حسب إذا نص فوق اجبره، إذا أقل من نص لا تجبره؟ شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ بدي ناس ترفع إيدها. شفت على الشات الآراء مختلفة، مين يناقشني بالموضوع؟ عبادة تفضل. يا دكتور للأقل. ليش للأقل عبادة؟ دكتور دائما لما نأخذ عدد طرق الحل لما يكون في كسور نشيل الكسر ونأخذ الرقم لحاله يعني. وين عدد طرق الحل يعني هون؟ شو عدد طرق الحل؟ قصدي عدد. طيب خلي شو رأيك نجرب مثال مع بعض؟ تمام. أعطيك مثال أنا. خليني تمام. أقول لك في عندي يا سيد العزيز نزيد هنا واحدة، خلينا نقول في عندي أربعة نودز. طيب تمام، خلينا نقول في عندي أربعة نودز. الآن إذا بدي أطبق على المعادلة، أربعة زائد واحد عبادة خمسة، خمسة احسب لي اللوج لإلها، لوج للأساس اثنين، بتعرف كيف تحسبه؟ لحظة بدي أحسب لكم تستفيدوا كيف نحسب لوج للأساس اثنين. شايفين أنتوا ال ولا مش شايفين؟ شايفين الآلة الحاسبة؟ وبعدها واضحة الآلة الحاسبة؟ شايفين. طيب هي هون دقيقة شوي بس أمسح المرسوم، وهون زي كأنه بنقدر نحولها ساينتفك أو طيب. في عندي هون لوج وفي عندي لين، اللوج هذا للأساس عشرة واللين للأساس اي، فيش اشي للأساس اثنين، فشو الحل؟ الحل اني بقول ايش الرقم اللي حكينا عنه عبادة؟ لوج خمسة أساس خمسة، لوج خمسة للأساس اثنين. الحل اني اقول خمسة احسب لها اللوج، بعدين اقول تقسيم اثنين احسب لها اللوج، هيك بتطلع زي كأنك حكيت له لوج خمسة للأساس اثنين. تمام؟ كم النتيجة؟ كم النتيجة عبادة؟ نتيجة
2.3 فانت بتحكي بغض النظر سواء 5 وفوق او اقل من 5 بنجبر للاقل مزبوط؟ صحيح. فايش هاي بتصير اذا؟ هاي هون بتصير 2. بتصير 2 وبعدين المعادله شو بتحكي بعد ما تخلص شو تعمل؟ ناقص 1. ناقص 1 كم بصير يعني؟ بصير 1. 1. فاذا انت بتحكي انه الهايت للتري رح يطلع 1 حسب اللي انت حكيته. الان انا عندي 4 نودز اتفقنا صح؟ خلينا نرسمهم. هاي الروت بدي اقل عدد من الهايت فبثلل الليفل قبل لا افتح ليفل جديد صح؟ هذول كم نود؟ 3. ضايل عندي 4. وين بدي احطها؟ بقدرش احطها مع الروت، مضطر بدي افتح ليفل سواء هون او هون او هون او هون، بدي افتح ليفل مزبوط؟ بغض النظر وين مكانها. كم طلع الهايت للتري؟ طلع هون 2. طلع 2 ما طلعش 1 زي ما انت بتحكي. اذا اللوج بنجبره للاقل ولا للاكثر؟ الاكثر. بنجبره للاكثر. شو المنطق فيها انه بجبره للاكثر؟ انا بالعمد انا اعطيت اكزامبل اني ازيد نود واحده. المنطق بحكي اذا في فراكشن معناته فتحت ليفل، اذا فتح ليفل زاد الهايت صح؟ صح. ما انا ليش عندي فراكشن؟ لانه الليفل ما فلل. متى ببطل في فراكشن؟ اذا الليفل بفلل. اذا بفلل الليفل هي فللت الليفل. الان ببطل في فراكشن. لو نحسب كم نود هذولا؟ 1 2 3 4 5 6 7. عوضها هون 7 زائد 2 8. لق الثمانية للأساس 2 3 ما فيها فراكشن. 3 ناقص 1 2. أي الهايت تبعها 2. دائما إذا الليفلز إذا عدد النودز بفللوا لي الليفلز ما عندي فراكشن، لكن إذا ما بفللوا بصير عندي فراكشن. الآن لما يصير هذا الفراكشن صح الليفل ما فلل لكن انفتح الليفل، طالما انفتح الليفل زاد الهايت مظبوط ولا لا؟ مظبوط. عشان هيك طالما انفتح الليفل وصار عندي فراكشن بغض النظر كم قيمة الفراكشن حتى لو 0.1 هذا سبب لي زيادة بالهايت، فإذا بجبر للأعلى. اتفقنا؟ تمام. اللوج هذا بجبرها للأعلى. شكرا. طيب بعدين هون بحكي لي الماكسيمم هايت اوف تري وذ ان نودز ان ناقص 1 اللي هو هي الماكسيمم هايت. هي الماكسيمم هايت ان ناقص 1. بس هون قال عدد النودز ان كابيتال فبالتالي ان كابيتال ناقص 1. بس الفكره بده يحكي هاي بتصفي زي كانها لينكد ليست صح؟ لأنه قلنا إحنا كيف منحصل الماكسيمم هايت؟ إني النودز أصير أرسم فيهم وراء بعض بباث واحد كلهم أرسمهم. شو معنى هذا الكلام؟ صفت زي كأنها لينكد ليست، كل نود في بعديها إكزاكتلي ون نود بغض النظر يمين ولا يسار، يعني صفت زي كأنها نيكست. هاي صفت زي اللينكد ليست. أما لما يكون عندي المينيمم هايت اللي هو لوج للأساس 2، طبعا هذا اللوج n بلس 1 ماينس 1 بتكون عندي التري شكلها تري. يعني لما تكون عندي التري زي هيك اللي بتفرج عليهم بيقول عن هاي شكلها مش تري زي ما حكى هون، هي زي اللينكد ليست صفت. اما اللي بتفرج على هاي بيقول شكلها تري حتى لو انها مش كامله، بس مبين انه شكلها تري، انه انا مستفيد من خاصيه التري انه النود ممكن يكون عندها اكثر من تشيلدرن. هون مش مستفيد، هون دائما في عندي اكزاكتلي وان سكسيسر، فهي زي اللينكد ليست. ليش بيعطي هاي الملاحظه هون؟ بده يلفت انتباهنا انه لما نيجي نحسب كومبلكسيتي ليتر اون للسيرش، احنا اذا متذكرين قلنا واحد من الموتيفيشن عشان نتعلم التري انه بدي اقلل السيرش للوج ان للاساس 2 بدل ما هو ان. راح نلاحظ انه اذا التري
كانت شكلها زي اللينكد ليست راح يكون الكومبلكسيتي للسيرش ان اللي هي من هون اجت ان ناقص واحد ناقص واحد مش مهمه فان. اما اذا كان شكلها زي التري راح نلاحظ انه الكومبلكسيتي للسيرش لوج اثنين او لوج ان للاساس اثنين من هون اجت. والمره الثانيه الكونستانتس هاي مش مهمه قلنا بالكومبلكسيتي. تمام. الان ممكن واحد يحكي طيب احنا بالكومبلكسيتي بناخذ الورست كيس، فاذا ليش ما اعتمدنا هيك الورست كيس انها تكون زي اللينكد ليست؟ بنحكي له انه اذا متذكرين بشابتر الكومبلكسيتي حكيت لكم عن مصطلحين، قلنا اما بناخذ الورست كيس او في مصطلح ثاني قلنا غير الورست كيس، وقلنا بنشرحه لما نيجي لاكزامبل عليه. مين متذكر شو هو؟ قلنا ممكن بالكومبلكسيتي في العادي احنا بنعتمد الورست كيس الا في حالات بنعتمد فيها اشي غير الورست كيس. شو اسمه؟ في حدا متذكر؟ اللي متذكر بدي اعتبره يزيد له بونص. اللي متذكر شو رايكم؟ ما بدي حدا يكتب، بدي ترفعوا ايديكم. في بالكومبلكسيتي كنا نحكي عن ان نعتمد الورست كيس او اشي، يعني اللي صار راجع فيه كل السلايد كان شافها. شو هي؟ شو رايكم؟ ولا واحد متذكر؟ بونص يا شبابكم، مش البونص. محمود؟ لا دكتور متذكر الاسم بس مش متذكر صراحه يعني التفاصيل. شو الاسم؟ بدي الاسم انا بس. افريج كيس؟ لا احنا كان عندنا ثلاث كيسز محمود، اللي هم افريج وبيست وورست. قلنا بنعتمد الورست بس قلنا احيانا بنعتمد غير الورست. طيب خلينا اشوف لين. تفضلي لين. كنت احكي البيست كيس. لا 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 احنا بنعتمد، ارجعوا للسلايدات، في الورست كيس اور اشي ثاني. شو رايكم؟ البيست كيس مستحيل نعتمدها وقلنا ليش، والافريج البيست كيس قلنا لانها مضلله تخدع اللي، اما البيست الافريج كيس لانها صعبه الحساب، فقلنا افضل شيء نعتمد الورست كيس. لكن في شيء اسمه، مين رافع ايده؟ عباده، شفناك عباده صح؟ ولا صار عندك جواب ثاني؟ تفضل عباده. في عندك شيء ثاني عباده ولا؟ طيب كيس وبدا صوتك مش واضح مره ثانيه وبدا دكتور طيبك الكيس. صوتك بيقطع بس توقعي انك بتحكي التيبيكال كيس، هذا اللي اذا بترجعوا للسلايدات هي التيبيكال كيس، الورست كيس اور التيبيكال كيس. ايش يعني التيبيكال كيس؟ وقتها قلنا لكم يعني لما نيجي للاكزامبل اللي بنحكي عنها، وهذا اكزامبل مناسب. التيبيكال كيس هي الكيس الاعتياديه، يعني بالحاله هاي بالتري هل المنطق بيحكي انه انا بدي استخدم التري داتا ستراكشر عشان أبني منها تري بهذا الشكل؟ إذا بدي أبني تري بهذا الشكل ليش بدي أغلب حالي بتري وليفت ورايت، وراح نشوف بدنا نتغلب بريكيرجن كمان، ببنيها لينكد ليست لأنه هاي شكلها شكل لينكد ليست، مدام ما بدي أستفيد من إنه النود مسموح لها يكون أكثر من سكسسر واحد ببنيها لينكد ليست، وقتها بظل على الورست كيس اللي هي أن.
لكن المنطق بيحكي انه التيبيكال عندي اني اشوف شكل تري زي هيك. هيك بسمي حالي اني بنيت تري، اني يكون عندي شكل تري. هيك المنطق، هذا بسميه التيبيكال كيس. فمشان هيك بالحالي هاي لما نيجي للكومبلكسيتي، صح هون ان الورست كيس، ولما يكون شكلها تري لوج ان بنحكي بنعتمد اللوج ان لانها هي التيبيكال كيس، ما بنقول بنعتمد الورست كيس هنا. اوكي نيجيها لما نحكي عن السيرج. طيب بكمل بالخصائص. طيب عبادة ذكرني بعد الامتحان أعطيك بونس. طيب نكمل بالخصائص. في إشي اسمه full binary tree، في إشي اسمه complete binary tree، خلينا نفرق ما بينهم كمصطلحات. طبعا انتبهوا انهم اثنين بيحكوا عن باينري تري. كيف احنا سو فار قاعدين بالخصائص بنحكي عن باينري تري مش عن تري بشكل عام، عن باينري تري. فالفول باينري تري هي التري او الباينري تري اللي كل الانترنال نودز عندهم تو تشيلدرن. كل الانترنال، طب ليش الاكسترنال؟ اكسترنال ما هم شيء طبيعي ما عندهم مش تو تشيلدرن لانهم ليف نودز، وإنه ما بزبط كل النودز يكون عندهم two children. كيف بدها تنتهي التري؟ بدها base case. البيس كيس إنه يكون في عندي leaf nodes. طيب أما الcomplete، الcomplete بيحكي هي إنه نفس شرط الفل، كل ال internal nodes لهم two children، بس زاد عليهم كمان شرط all leaves have the same level. طيب خليني بدي ارجع لكم على الرسم اللي كانت تحكي عن الانترنال نود والاكسترنال نود. اسالكم هاي شو رايكم، هاي فول باينري تري ولا كومبليت باينري تري؟ اول شيء هي باينري تري، نعم هي باينري تري لانه النودز اما الها 0 او 1 او 2 children. طيب هل هي فول باينري تري ولا كومبليت باينري تري؟ طيب خلينا نشوف محمد. دكتور هي اللهم صل على سيدنا محمد، هي فول مش كومبليت لانه في واحدة من الليفز مش نفس الليفل تاع باقي الليفز النود. طيب فكيف عرفنا انها فول؟ فول لانه كل انترنال نود لها تو تشيلدرن، هذول الانترنال هيهم صح الاحمر. الاحمر هاي لها تو تشيلدرن مزبوط، هاي لها تو تشيلدرن مظبوط، وهاي إلها two children مظبوط، هاي إلها two children، هاي إلها اثنين وهاي إلها اثنين. إذن هيك عرفت إنها full. طيب الآن محمد لو إجيت أنا ضفت node هون، أوكي طبعاً سامحوني على الرسم، هاي الأصل تصير دائرة لأنها internal وهاي مش مشكلة، مهم إنها node. طيب هيك شو صارت، فول باينري تري ولا كومبليت باينري تري؟ لا فول ولا كومبليت، هيك لا فول ولا كومبليت. اذا عرفنا انه الباينري تري مش شرط تكون اما فول او كومبليت، ممكن تكون لا فول ولا كومبليت. كيف بعرف انها لا فول ولا كومبليت؟ اذا في عندي نود لها وان تشايلد هيك بعرف. اوكي فيش داعي اشيب كل شيء، اذا في نود واحده عندها وان تشايلد exactly one child بعرف انها اذا هاي التري لا فل ولا باينري، انه الفل والباينري بيتكلموا عن انه النودز اما يكون عندها 0 او 2 بلغوا شغله الواحد. اذا ملاحظين الفل والكومبليت بلغوا انه نود يكون عندها one child، بيحكوا عن اما النودز تكون leaf nodes لها 0 children او تكون ماخذ الchildren كاملين اثنين. طيب الآن محمد لو ضفت كمان نود هنا
شو بتصير هاي فل ولا كومبليت ولا لا فل ولا كومبليت؟ هيك كومبليت لانه كل ليفز هنا بنفس الليفل. اه فاصلا كل كومبليت تري هي عباره عن فل تري. اه اذا هاي كومبليت ولا فل ولا لا كومبليت ولا فل؟ هاي كومبليت بعتبرها لانه اول شيء ضمن كومبليت وفل وفل لانه كل كومبليت هي عباره عن فل بس فيها شرط زياده انه الليفز كلهم يكونوا بنفس الليفل. بالضبط. فهاي اذا كومبليت وفل، اذا صار عندي اربع خيارات فعليا. اذا التري ممكن تكون لا كومبليت ولا فل، ممكن تكون فل، ممكن تكون كومبليت زائد فل. كم خيار طلعوا دكتور؟ ممكن يكون يعني كومبليت مش فل. اذا كم خيار محمد؟ ثلاث. اذا ثلاث خيارات عندي، عندي ثلاث خيارات، اما لا كومبليت ولا فل. اذا متى هذا الكلام بيكون؟ اذا كان في على الاقل نود واحده لها one child، او بتكون فل لحالها بدون كومبليت. متى بيكون هذا الكلام؟ اذا كانوا الليف نودز اللي في الاخير مش على نفس الليفل، زي قبل شوي هاي كانت مش على نفس الليفل معهم. ومتى بتكون كومبليت اند فل؟ لانه حكينا زي ما حكى محمد الكومبليت اكيد فل، اما الفل مش شرط تكون كومبليت، الكومبليت اكيد فل اذا كانوا الليف نودز كلهم على نفس الليفل، طبعا بشرط انه ما في نود فيها وان تشايلد، الكل عنده تو تشيلدرن، يعني الكل مفلل. تمام. طيب شكرا محمد. نرجع للفل والباينري، الفل ولا. فإذا هون كملنا. طيب اللي بعده في عندنا العلاقة بين عدد النودز الانترنال والاكسترنال. طيب إذا متذكرين إحنا شفنا علاقة بين الـ N والـ H وماكسيمم نمبر اوف N ومينيمم نمبر اوف N إذا الـ H given أو العكس. أوكي. الآن في علاقات ثانية بين الـ N والـ H وبدخل فيها internal nodes واكسترنال nodes. خلينا نشوفهم إثباتهم، يعني مش ما بدي إياه، ممكن تفرجوا عليه لحالكم. كلهم بيحكوا عن فول باينري تري، عشان هيك عرفنا شو يعني فول. فالآن إذا عندي فول باينري تري، وكانوا عدد الانترنال نودز معروف N، بقدر أعرف عدد الاكسترنال نودز. كم عدد الاكسترنال؟ N plus 1، بيكون زيادة عنهم واحد، بشرط إيش؟ إنها full binary tree، نحكي عن full. إذا بعرف عدد الانترنالز بقدر أعرف الاكسترنال، بزيدهم واحد. وطبعاً العكس صحيح، إذا أعطاني الاكسترنال بنقص منهم واحد بيطلع الانترنال، وإذا طلب مني عدد النودز كلها شو بكون؟ شو رأيكم؟ هاي full binary tree اللي فيها N internal nodes، كم عدد النودز كامل فيها؟ فول باينري تري عدد الانترنالز فيها N، كم بيكونوا عدد النودز الكلي اللي فيها؟ مين يشارك؟ محمود. راح تكون N زائد N بلس 1. N زائد N بلس 1 مزبوط، لأنه ما هي شو عدد النودز الكلي؟ ما هي الانترنال زائد الاكسترنال عدد النودز الكلي. فإذا هو قال لي الانترنال N وهي فل باينري تري، أنا عرفت أنه الاكسترنال N بلس 1، بالتالي عرفت عدد النودز الكلي 2 N بلس 1 مزبوط؟ طيب اللي هو هاي زائد هاي. طيب شكرا. هلا تكون الآن هذا إثبات. أوكي هذا كمان إثبات. هون
فول باينري تري برضو أعطاني برضو عدد الانترنال نودز، قال لي بقدر أعرف عدد الإدجز، عدد الإدجز 2N. إذا إيش اللي معطي؟ إذا اللي معطي الانترنال، بدك تنتبه شو اللي معطي. يعني افرض قال لك فول باينري تري وعدد النودز كلها N وبدك عدد الإدجز، كيف بدي من عدد النودز الكلي أطلع الانترنال مش من الانترنال اللي قبل شوي قلت لكم إيش. افرض الانترنال I بيكون العدد الكلي اتفقنا 2i زائد 1 مظبوط. فإذا هو أعطاني العدد الكلي وأنا بدي أوجد الآي مشان بعدين أضربه باثنين مشان أعرف عدد الإدجز، شو بدي أعمل؟ كيف بدي أوجد الآي؟ بدي أنقص واحد بعدين أقسم على اثنين صح؟ فبدي أحكي N ناقص واحد بعدين تقسمها على اثنين وبعدين عدد الإدجز هذا الكلام بدي أضربه باثنين، فلما أضرب هذا الكلام باثنين بتروح الاثنين مع اثنين، إيش بيطلع عدد الإدجز؟ N ناقص واحد إذا أعطاني عدد النودز الكلي، إذا أعطاني عدد النودز الكلي بيطلع N ناقص واحد، وهذا الكلام هو اللي موجود، انسوا الإثبات بدي إياه، هذا الكلام هو اللي موجود هون الخاصية اللي بعدها. فول باينري تري إذا أعطاني عدد النودز الكلي N نودز بيكون عدد الإدجز N ناقص واحد، تمام؟ وهي برضو عليها إثبات. يعني قبل لا نروح للباينري تري ريبريزنتيشن باختصار، ممكن يعطيني، إذا أنا في عندي أكثر من شغلة، في عندي عدد الانترنال نودز، خلينا إحنا لحالنا نرمز له I مثلا internal nodes، وفي عندي عدد الاكسترنال نودز خلينا نرمز له E، وفي عندي عدد النودز الكلي خلينا نرمز له N، خلينا نعطي رموز من عندنا أوكي، وفي عندنا عدد الإدجز خلينا نرمز له ED، عدد الإدجز. الفكرة إذا بيعطيني واحد من هذول الأربعة بقدر أعرف الثلاثة الثانيين، إذا بيعطيني بس واحد، طبعاً given إنه بنحكي عن إيش؟ عن full binary tree، مش لأي tree هذا الكلام الـ equations هاي، لـ full binary tree. طيب complete binary tree بزبط؟ قبل نكمل complete binary tree بزبط عليها الكلام اللي بدنا نحكيه الـ equations اللي بدنا نكتبها، إنه إذا عندي واحد من هذول الأربعة بقدر أوجد الثلاثة البقية. هو أعطاني النظريات للفول باينري تري، بتزبط للكمبليت ولا لا؟ شو رأيكم؟ يلا خلينا ننهي، فكروا فيها، خليني أكمل لكم الإكويشنز. فإذا بيعطيني واحد بعرف البقية كيف؟ شو العلاقات اللي عندي؟ طبعا أنا بعرف إنه، خلينا إذا مثلا افرض أني أعطاني الانترنال نودز، شو بعرف منها؟ بعرف الاكسترنال، اتفقنا إنه الاكسترنال هي الانترنال زائد واحد للفول باينري تري، وإذا عرفت الـ external بعرف الـ N عدد النودز الكلي اللي هو الـ internal زائد الـ external، فاتفقنا بيطلع 2i زائد 1 أوكي. أو يعني مرة ثانية باختصار بقدر أقول إنه هو عبارة عن الـ internal زائد الـ external، طالما أوجدت الـ internal والـ external بجمعهم هو عدد النودز الكلي، وبقدر أوجد عدد الـ edges هو عبارة عن إيش قلنا 2i، طالما عندي الـ internal nodes 2i، أو ما هو عندي كمان الـ n capital بقدر أقول أو عبارة عن n capital ناقص واحد، بزبط هاي وبزبط هاي. فشفتوا عندي الـ i قدرت أطلع الـ e والـ n والـ ed، نفس الإشي لو عندي الـ e بقدر أطلع الثلاث الثانيات، من الـ e بقدر أول إشي أطلع الـ i، الـ i شو بتكون؟ بس بنقص واحد من الـ e، طالما أوجدت الآي خلاص رجعت للمربع هذا، مظبوط؟
خلاص بقدر البقية أوجدها بنفس الطريقة. الآن إذا أعطاني الآن شو بقدر أعمل؟ بقدر أطلع الآي، بقدر مش قبل شوي سويت لكم إياها، استفدنا من إنه إني بعرف إنه الآن تساوي 2i زائد 1، فعرفنا إنه الآي بقدر أحسبها من الآن إنها عبارة عن i n ناقص 1 الكل تقسيم 2. هاي طلعت الآي، طالما طلعت الآي برجع هون بقدر أوجد البقية. عدد الإجز، إذا أعطاني عدد الإجز بقدر أطلع الآي. قبل شوي قال لي إذا عندك الانترنال اضربهم باثنين بيطلعوا عدد الإجز، معناته إذا عندي عدد الإجز بقدر أطلع الانترنال كيف؟ بقسم الإجز على 2. إذا طلعت الآي برجع هون بقدر أوجد الباقي. تمام؟ طيب شو رأيكم؟ هذا هاي الأشياء بتزبط للكمبليت تري، للكمبليت باينر تري، ولا بس للفول باينر تري؟ حازم. دكتور بتزبط لأنها فل، لأنه حكينا كل كومبليت عبارة عن فل، أما الفل مش عبارة عن كومبليت، فبالتالي ما عندنا مشكلة الكومبليت بتزبط هنا لأنه الكومبليت عبارة عن فل وهاي قوانين للفل والكومبليت هي فل. طيب شكرا يا حازم. هيك بنكون يعني المرة الجاي بدنا نحكي عن الباينري تري ريبريزنتيشن، نبلش كيف يعني نعملهم ريبريزنتيشن بداتا ستراكشر. هذا الكلام تعرفنا على مصطلحات على كذا، الآن نتعرف كيف نبني التري، بعدين مش هنبلش نكتب كود لهذا لهي الأشياء. أوكي، فرح المرة الجاي نشوف إنه بقدر أعبر عن التري بأري وبقدر أعبر عنها بلينك بروابط، فبدنا نشوف التعبيرين هذول المرة الجاي وبعدين نعتمد واحد فيهم ونكتب كود إن شاء الله. يعطيكم العافية.